احنا كده دلوقتي في المرحلة الممتعة والأكثر جمالاً. ليه بقى؟ لأن احنا دلوقتي هنستلم العربية ونبدأ التجربة. هنبدأ التجربة النهاردة بال760 الجديدة. اخترنا اللون الخطير ده، نبيتي باللون الأسود تو تون. في ألوان كتير مختلفة زي اللون المط، ويمكن اللون المط هو أغلبية الناس كانت عايزة تبدأ تجرب بيه، بس التجربة هتكون مختلفة جداً مع العربية الجميلة الأنيقة. العربية اللي محتاجة مذاكرة كتير قوي عشان تعرف تتكلم عنها، خصوصا ان العربية دي الشمس جامدة قوي. العربية دي من العربيات المتقدمة جدا، لدرجة ان كم التكنولوجيز اللي موجودة فيها مش طبيعية. بس هيكون معايا نهاردة واحد من الناس المهمة جدا 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 في عالم السوشيال ميديا، انه المخضرم خالد ابو حمد. هالي حبيبي. هلا وغلا، صباحكم الله بالخير. صباح الفل. والله احلى احلى شخص بيكون معنا اليوم. حبيبي حبيبي والله، استمتع معاكم ان شاء الله. ان شاء الله النهارده هتنبسطوا تغطية نارية، لان احنا اخترنا عربية اخترنا. صحي بدري قوي وقال لي استنى بقى ما فطرت عشان مستنين العربية دي. قال لي لا احنا هناخد العربية بلونين. هلا احنا هناخد مش اي عربية، احنا هنركب اي عربية كده. خدنا الوحيدة التوتون. رفاهية بشكل كبير جدا، لكن في نفس الوقت الطابع الرياضي غالب عليها. اول انطباعاتي، وخصوصا النهارده حظنا كان كويس ان احنا اخترنا نسخة اكثر عنفا، محرك V8 4.4 لتر توين توربو، بتخرج 544 حصان و750 نيوتن متر. تسارع العربية دي من 0 ل 100 4.2 سكند. واو صاروخ. بتستهلك العربية دي حوالي 11.2 ل 11.9 لتر لل 100 كيلو. واعتقد اللي بيركب العربية دي مش هيفكر في استهلاك البنزين قد ايه. ابدا حتى في اي سوق، سواء اسواق محلية او اسواق عالمية. من الحاجات الحلوه اللي عجباني في العربيه دي، اول انطباعاتي عجباني قوي الشاشه اللي قدامي في الداشبورد الاماميه. يمكن حجم شاشتين عملاق صح تقريبا. قد ايه الشاشتين؟ 12.3 انش. دي 12.3 والانفوتينمنت 14.9 انش. وفيهم يعني كيرف كده شويه، متر شاشه. واو. كيرف جميله صراحه قوي. وعلى بساطه الازرار الموجوده في السياره، لكن على تعقيدها في كميه أزرق يعني تكنولوجي داخل هذه الشاشات. احنا قاعدين عايزين نذاكر العربية دي اسبوع. اي والله. كم التكنولوجيز اللي بي ام دبليو عاملاها في العربية دي خطيرة. صحيح. بس بجد انت محتاج عشان تتعلم اكتر بقى التكنولوجي دي حاجات كتير قوي. لازم سبيد ليميت هنا 25 كيلو لان مقر مدرسة. ايه. وعلى فكرة دائما الشرطة يكون متربصين حق السرعات هذه اللي هنا. اه والله. ايه. بس هنا 25 مايل مش كيلو. مايل. عندك بالمايل. احنا قلبنا كيلو. خلي بالك اول ما لعبنا احنا في العربيه برضه، احنا جايين قلبنا كل حاجه للحاجات اللي احنا بنشتغل عليها، بس محتاسين دلوقتي في الترجمه بسرعه. بس بص والله برافو، ترجمها راح كاتبها لي ايه. بص 40 كيلو سكول ليميت، ابديت سريع جدا للعلامات المرورية اللي على الطريق دي. من الحاجات الحلوة يعني متطورة بشكل مش طبيعي يعني على السيارات الحالية اللي متعارف عليها. سيارة مستقبلية يعني، أو وسينما متحركة. وطبعا المتعة في السواقة والمتعة حتى في الجلوس في الكراسي الخلفية. بس في عندي مشكلة، أنا أصلا الشاشة لما اتفردت أنا مش شايف حاجة. مو هذه من الأشياء اللي لازم نكتشفها. يعني أكيد في. استنى طب أنا أقول لك فكرة. ما فيها، ما أقول لك. أنت عارف دي كانت لو اتقلبت كاميرا كان كلام ثاني. كان صح. انت حسيت ان انا بفكر نفس الفكره، ان انا ببص لقيت الشاشه في وشي دلوقتي. صحيح صحيح. اوكي، فانا مستخدم المرايتين بس. بس ممكن نقلب الكاميرا دي تبقى ورا. ما انا اقول لك احنا نبغي نفهم السياره اكثر. يعني خليني برضه اقول لكم حاجه، احنا بنجرب العربيه في اول ايام تجارب العربيه.
وهذا يعني تعتبر احنا اقل حظا. اكثر انتوا اكثر حظا واحنا اقل حظا. طبعا سماعه. اه الله لا 544 بجد. لا الجديد المحرك الجديد للمعلوميه. ده محرك. خلينا برضو نقول دي معلومه مهمه. صحيح. شكرا خالد. صحيح. ده محرك جديد بشكل مختلف. محرك جديد كليا. بي ام دبليو طورت بشكل كبير جدا المحرك ده. بس خلينا نقول حاجه، حتى الان في اليوم اللي انا بجرب فيه انا وخالد العربيه، المحرك ده ليس لاوروبا. خلي بالك، حط تحتيها 50 خط. لكن اسواقنا جدا امريكا اوكي، لكن اوروبا لا، لان ده محرك استهلاك للوقود بنسبه كبيره بالنسبة لهم. فأوروبا مش هتبقى عايزة محرك V8. ويمكن خلاص خلال الفترة اللي جاية هنلاقي المحركات الكبيرة تكاد تكون أن تختفي من أوروبا. أنا نسيت أقول لكم معلومة أن المحرك، أن في محرك كهرباء في العربية دي 48 فولت موجود في كل النسخ، سواء النسخة من أول نسخة لأكبر نسخة تقريبا من 735 740 و760، كلهم فيهم محرك 48 فولت مايلد هايبريد. من الحاجات الحلوة في العربية دي الهاندلينج، والهاندلينج كمان في حاجتين مهمين، سواء الادابتيف سسبنشن اللي موجوده والريل ستيرنج، العجل اللي ورا بيلف مع العجل اللي قدام، فهيخلي دايما العربيه دخولها وخروجها في الملفات افضل، وفي نفس الوقت كمان التحكم فيها في المناطق الضيقه احسن بكتير. الحاجه كمان اللي حلوه في العربيه دي ان المقاسات بتاعتها اتغيرت، وكانت طول عمرنا بنشوف بي ام دبليو بتنزل نسخ ال700 بنسختين شورت ولونج. بي ام دبليو قررت ان خلاص هي نسخه واحده لونج، او تحديدا بدايمنشنز مختلفه. العربيه دي بقت اطول واعرض، صح؟ اطول ب 13 سنتي، اعرض ب 5 سنتي، والارتفاع صار 6 سنتي اطول بسبب طبعا الشاشه العملاقه ال 31 انش وال 8K. 8K واو. يعني عالم ثاني. أوه. عالم رفاهيه. اسمع. اوه اسمع اسمع. أوه. البوليس هيجي يجيبنا. بص هيقول لك تعالى انتوا جايين منين؟ هقول له معلش احنا جايين كل المشوار ده عشان ندوس الدوسه دي وعندكم. معلش اعتبرنا اخوك يعني. بس يمكن دايما اختيارهم للاماكن اللي نقدر تكون زي ما احنا ماشيين وسط الجبل في مكان يعني بعيد تماما عن كل حاجه، لكن طبعا بنلتزم بالسرعات ودي من الحاجات المهمه. بس هي دوسه خفيفه كده، والله ما زودت ولا انا دوسه، بس اكسلريشن بشوف ال 4.2 دي الحتت اللي دايما يبقى فيها رادار بقى، عارف اللي هو تبقى طالع من نفق، طالع من نقطة مهمة ما تكلمت عنها، الاجمنتد رياليتي. سيستم في الشاشة الأمامية هذه خطير. يعني أنت لو حاط اليوم بالنافيجيشن موقع معين، وأنت تسوق مثلا على شارع رئيسي وفي ثلاث خطوط، فبيقول لك في أي خط تمسك الخط الوسطي أو اليمين أو الشمال عشان تاخذ اللفة صح. بالبلدي شاشة قدامك كاميرا. أيوة. شغالة قدامك وبيقول لك خش من الشارع ده. فدي من الحاجات اللي يمكن اتطورت حتى كمان في أنظمة زي جوجل مثلا. في جوجل مابس لما تيجي هتخش عليه. صحيح. هيقدر تبص على جوجل مابس يخليك يفتح الكاميرا ويوريك، توريله الشارع اللي انت فيه ويقولك خش يمين ده، بدل ما تيجي تقول لو سمحت اخوه امشي ازاي. هو ده اللي بيعمله، يطلع لك صورة الشارع ويعمل لك سهم. هو زي ما هو عامل لي سهم، خليك هنا خش يمين قوي كده، خش الحارة اليمين دي. فده يخليك تسوق العربية في أي مكان في العالم من غير ما تتوه. في حاجة لسه ما جربتهاش وهي الدرايف أسيست، أو النظام الأدابتف كروز كنترول، وتم تطويره بشكل كبير قوي. كان جربناه قبل كده كان بيوصل لحد سرعة 60 وبيوقف، عملوا أبجريد وزودوا السرعة بتاعته انه يوصل ل 130 كيلو. فاحنا ماشيين دلوقتي على سرعة 98 كيلو وهو قاري الطريق، وهو شغال دلوقتي زي ما انتم شايفين اهو، وقدامي على الهيد اب ديسبلاي وعامل ان الشاشه، بس بيقول لي خليك حاطط ايديك على الدركسيون. هو هيساعد كاشف الكذب على الدركسيون. يعني بص هو بيساعدك في القياده الذكيه. انا مش دايس على اي حاجه خالص، انا شلت رجلي اهو وهو سايق، بس اهم حاجه ايديك تكون موجوده على الستيرنج وهو سايق. وهيجي دلوقتي في بص الطريق هيلف، انا عايز بس هوريكم ايه اللي هيحصل معايا. ان انا بقلق حاجه. خلي بص 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 خليه قوي قلبك. بخاف انا برضه قوي قلبك معلم. ماشي انا اهو بص ورجع تاني. فهو نظام ذكي جدا جدا وابديتد قوي ومتوصل بالطريق، وفي نفس الوقت كمان بيابديت على سرعه الطريق، فيقول لك لو السرعه بتاعت الطريق قد ايه فما يخليكش تعدي السرعه، وفي نفس الوقت كمان بيظبط المسافه بينه وبين العربيه اللي قدامك فما يروحش.
لازق قوي، سايب دايما مساحات امنه بينك وبين العربيه اللي قدامك. على فكره هذا النظام المطور. فالعربيه اللي قدامك تطلع بالشاشه عندك هنا زي ما هي بالظبط، وبيطلع عليها مثل مربع انه يقول لك اذا كانت مسافه خضراء ولا قريبه. تعال نجرب احنا نروح. لا شيء جميل قوي. الكراسي بتاعت العربيه دي من الحاجات المميزه قوي. صحيح. خليني اقول لكم ان الكرسي مبني بطريقه 3D عشان تقدر انها تعمل لك عمليه احكام قوية قوي، غير التبريد والتسخين الكلام ده خلاص كله بقى اوبشنز عادية، غير ان في الملفات اللي الجناب بتاعت الكرسي بتقفل عليك وتحافظ عليك، غير الباكج العالية جدا من كم السنسورز والكاميرات اللي موجودة في العربية اللي بتقرأ كل حاجة حواليك عشان تقدر تتنبأ بأي شيء ممكن يحصل وتبدأ تاخد القرار بتاعه. فبتحاول دايما تحافظ على المسافات الأمنة بينك وبين العربية اللي قدامك. نفس القصة في البلايند سبوت أو النقط العمياء، تبدأ العربية مركزة معاك، بتبدأ تديك تحذيرات بكل الأشكال اللي موجودة، ومع الإضافة اللي موجودة الكم الامبيانت لايتس أو الإضاءة الداخلية اللي موجودة بتبدأ الأنوار تتغير. فلو دوسنا مثلا على الزرار، مش عايز أدوس عليه بس عشان إحنا وسط الشارع، بس مثلا بصوا الأحمر بيحصل فيه إيه، كل ده بينور العربية. فيها شوية حاجات بجد ممتعة جدا لواحد بيحب العربيات، مع كم أنواع من الاختلاف في التكنولوجيز اللي موجودة. مثلا فتحات التكييف اختفت تماما في العربية دي، فما بقتش موجودة، فأنت مش عارف الهواء خارج منين، لكن تقدر أن أنت تتحكم في سرعة الهواء اللي خارج من كل جنب في العربية. يعني الجنب ده غير الجنب ده غير الجنب ده، وتقدر توجه الريش اللي هي أصلا مش موجودة، لأن كل ده عبارة عن شاشة أو مش شاشة، كريستل موجود، وكل حاجة موجودة فيه تاتش. وأكتر حاجة عجباني الستيرنج التخينة دي شوية، أنا بحبها مسكتها حلوة. الفلات ستيرنج. دي شيء. الرياضي. دي شيء عليها علامة M. خلي بالكوا العربية دي M باكج، بس مش M باكج بس، لأن العربية دي فيها محرك 60. طيب احنا لسه مكملين سواقه، عندنا لسه حوالي اكتر من احنا من ساعه يقول لنا 100 كيلو ساعه من ساعه لسه قدامنا حوالي 70 كيلو مكملين. يلا متاخرين على الجماعه. بس يعني احنا مستمتعين كيفهم. يعني او هنشوف البوليس يعني لو كملنا بقيه الحلقه دي يبقى احنا تمام. دوس. تجربة ان انت قاعد بقى في الجزء اللي ورا زي ما قلت لكم مختلفة تماما. بص المنظر ده، دي الشاشة اللي بتتحكم فيها بكل شيء. فلو انا جيت قلت له دلوقتي عايز اعمل بوزيشن المنظر ده، بدا الكرسي ده يرجع للاخر خالص قدام، الجزء ده بدا يطلع اهو. بس وتحولت العربية للاونش كأنك في مقصورة الفيرست كلاس في طيارة من الطيارات. تجربة العربية دي الأكثر متعة فيها انك تبقى قاعد في الجزء اللي ورا زي ما انتوا شايفين كده. الجزء ده هو الأكثر راحة والأكثر كل شيء. تقدر تتحكم في كل حاجة موجودة في العربية عن طريق الشاشة اللي جنبك في الباب بالمنظر ده، تقدر تروح لكل حاجة. وفي نفس الوقت كمان انت قاعد فارد الكرسي. ولو روحنا كده للسيتنجز، خليني اغير شوية في السيتنجز اللي موجودة ونقول ان ممكن سيت، فاحنا محتاجين نفرد الكرسي ده انه يتحول للاونش بوزيشن. زي ما انتم شايفين الكرسي بيتفرد وبيبدأ يزق الكرسي اللي قدامي، بيوسع لي المساحة تماما عشان اقدر افرد الكرسي ده سرير كامل. واو بالمنظر ده كده اتحولت العربية السبعمية كأنك قاعد في فيرست كلاس في طيارة من الطيارات الفخمة، مع الشاشة العملاقة اللي قدامك اللي تقدر ان انت تتفرج عليها، والساوند سيستم اللي موجود في كل مكان اللي يحسسك ان انت قاعد قدام هوم سيتر كامل، بتسمع وتتفرج كأنك قاعد في كنبة البيت تماما. عندنا هنا كمان وايرلس تشارجر، تقدر تحط تليفونك يتشحن في الجزء ده، وارم ريست 2 USB Type-C. كم التكنولوجي وكم
في العربية دي، فمن أهمها الشاشة الـ 5.5 إنش اللي بتقدر تتحكم في كل حاجة، وإن لو جينا بدأنا نبص فيها إن بالشكل ده أنت تقدر تتحكم في كل شيء موجود في العربية. تقفل الشاشة تفتحها، فلو دوسنا كده تبدأ الشاشة تتقفل بالمنظر ده، انتهت الشاشة ورجعت لمكانها تاني وبقت الحياة ما فيهاش أي مشكلة خالص وإنت سايق. لكن لو عايز نعمل كده تاني فهنبدأ، وبدأت الشاشة تشتغل، وهنا تبدأ تجربة البي ام دبليو سياتر سكرين 31 انش 8K، تقدر ان انت تتفرج على كل الافلام اللي موجودة، تقدر تعمل داونلود. فمثلا طبعا انت موصل على الانترنت فبتخش على امازون فاير تي في، نتفليكس، كل حاجة تقدر تدخل عليها وتكون موجودة تتابع فيها كل شيء. فمثلا هندوس كده نشوف ده موجود داونلود اهو، وتقدر تختار ديسبلاي، فهنقول احنا محتاجين في كلها بهذا الشكل. خالد قاعد قدامه اللي سايق بيلعب في حاجات كتير، بيشرب قهوة وبيلعب في حاجات كتير.